اهلا وسهلا، ركز معي. وصلت اي مطار من مطارات العالم، استلمت جنطتك من على السير. تابع، ركز وثبت علشان لا تقول لا احنا بالمطارات نروح وما يوقفون وما يقولون. لا لا شيء للتصريح عنهم، nothing to declare، او التصريح عن البضائع goods to declare. انت تروح المكان الاحمر، متى تروح المكان الاحمر ومتى تروح المكان الاخضر؟ طبعا في ناس ناطينك هناك ورا. شنو هالمكانين؟ عندك ادويه معينه، عندك اكل معين، عندك اشياء ماخذ، ما ادري شنو ماخذ، وانت ما تدري بهالديره مسموح انك تاخذ الاشياء هذه معاك ولا غير مسموح. اذا ما تدري تروح المكان الاحمر هذا. اذا لا والله بس عندك ملابس واشياء مسموح انك تاخذ، تروح المكان الاخضر هذا. عرفت؟ لانك اذا طفت البوابه وطلعت برا ووقفك واحد راح يقول لك تعال افتح الجنطة، ولا تطلع عندك اشياء ممنوعة انك تدخلها بالدولة هذه، هني راح تسأل قانونيا. انت تقول لي بعدين انا ما ادري ان هذا الشيء منو، مو كنت ما تدري تروح المكان الاحمر مو الاخضر. الاخضر خلاص انت ضامن ان عندك اشياء مسموحة وانك تقدر تدخل الدولة هذه. عرفت؟ فدير بالك على النقطة هذه، دائما حاسب نفسك. انت عندك اشياء جايب معاك اكل معين، جايب معاك دواء معين، جايب معاك فلوس مثلا بكميه كبيره، جايب معاك، تروح المكان الاحمر وتقول لهم يا جماعه انا عندي بالجنطه هذه الاشياء هذه، انا مسموح لي ادخل ولا لا؟ اما والله جايب ملابس اشياء بسيطه وامور هذه، تروح المكان الاخضر وتدخل. واضح؟ نحط مره ثانيه، دائما كل مطارات اول ما تستلم الجناط طلعت من المكان هذا، ها استلمت الجنطه تجي هني راح تلاقي اخر بوابه، مكان أحمر ومكان أخضر. واضح؟ وشكراً.